الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وسلم. أودي بالنسبة لهذا المهزلة، أنا كنحسبها مهزلة، يعني وقعت فيها خروقات من البداية ديال الانتخاب. سبحان الله العظيم، كانت عندنا الاستدعاء مع الساعة 10، دخلنا على أساس أننا غادي نصوتوا على الأصلح والأجود، لقينا عراقيل السلطة المشكورة على الوضع ديالها اللي كانت فيه، زعما بصراحة عندها واحد الدم بارد وما خلات ما قالت، يعني باش تخلي الأمور تمشي كما بغات. لكن هذا الشيء اللي شفناه اليوم بصراحة يندى له الجبين. علاش؟ لأننا احنا أولا في دولة الحق والقانون، وعندنا الديمقراطية في هذه البلاد. كنا حبذا أننا الإنسان يصوت على الأفضل وعلى الأصلح، لأن يعني بقيت نقولها عبر جميع المنابر، كنقول بأن أضعف مجلس كان على مر يعني تدبير الشأن المحلي في المنطقة هو هذا المجلس اللي فات، والمجلس السابق يعني ملي كنقول ديال 12 سنة ديال نفس الرئيس. إذا مني عاوتاني شفنا بأن هناك تزكية خارجة للحزب الأحرار، ما بغيناش نصوتوا عليه، خدينا الأنسب، يعني جميع الأطياف السياسية، للعدالة والتنمية، للحركة الشعبية، للتقدم والاشتراكية، للاتحاد السوري، وعبد ربي في حزب الاستقلال، ارتئينا أننا بغينا نشوفوا الأفضل. يعني ماشي غنقولوا ضاربين في التحالفات عرض الحائط بالنسبة لذاك الشيء اللي دارته التوافقات الحكومية، بينما التوافقات اللي كانت عندنا هنا كانت توافقات طبقا لبعض الناس اللي الحمد لله نجحوا، ونجحوا يعني بأصوات ديال الناس اللي عطاتهم المراتب اللي هي تستحقوا.